حركة بتحصل في السوق دلوقتي، في كيان كبير جدا دلوقتي بيبدأ يبقى موجود، هينفذ في السنة دي حوالي 15 فيلم غير المنتجين التانيين وغير الكيانات التانية، بس ده كيان موجود جديد هينفذ 15 فيلم، و 15 فيلم كبار إن شاء الله. أنا واحد من الأفلام دي إن شاء الله، يعني مستقر يمكن شوية على الفكرة، واتكلمت فيها مع عمرو وعجبت عمرو جدا جدا.